هؤلاء يلزمون خيامهم التي يفترض أنهم أغلقوا المسجد من أجل ذلك. في التضامن، في التعاون مع المؤسسات، في بث الأمل في المجتمع، في القضاء على الرذائل، وجدت بأن جهودكم لا يفتخر بها واحد منكم، بل تفتخر بها الدولة في حضرة السيد رئيس الجمهورية في أعلى مؤسسة يجتمع فيها وهي مجلس الوزراء. داخل قانون العقوبة توجد مواد تعني الإمام وتحمي الإمام من الدخلاء الذين يأخذون منبره أو يعتدون على محرابه، كالحالة التي كنا نتكلم عنها منذ قليل والتي فيها مواد في قانون العقوبات. لكن نريد أن نثري قانون العقوبات بمواد إضافية تحقق ما التزمت به الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية، وهي حماية الإمام وإعطائه حصانة داخل المسجد.